الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج السادسة. النهاردة تغطية خاصة إن شاء الله لمباراة الأهلي وأنبي في الدوري المصري. طبعا دي تاني مباراة لموسيماني، وطبعا مستنيين أكتر نشوف بصمات أكتر للمدير الفني الجديد للنادي الأهلي. يمكن بنشوف في التدريبات في تفاهم إزاي بينه وبين اللعيبة، بنشوف في التدريبات أنه دايما بيبقى في جلسات مع اللاعبين قبل التمرين دايما، وكتير بنشوف أنه بيوقف التدريبات عشان يدي تعليمات أكتر للعيبة، ينفذ تكتيك معين، وكمان علشان يشرح لهم لو في غلطات معينة. شايفين ده كله من الفوتج واحنا متابعين طبعا تدريبات النادي الأهلي. يمكن راجل مش محظوظ قوي بفكرة انه في إصابات ضربت النادي الأهلي الفترة دي، وفي وقت حاسم ووقت مهم وقبل الدخول على نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ومباراة الوداد. ولكن اللعيبة والمدير الفني والجهاز الفني بشكل عام مدركين طبعا أهمية الفترة دي، وأكيد هيقدروا يتخطوا حاجة زي دي. والراجل مش ساكت، يعني احنا شفنا في القائمة 8 من الناشئين، وعارفين ان في جلسات كتير بتجمع بين موسيماني وبين مسؤولي قطاع الناشئين لتوحيد طريقه اللعب علشان تبقى زي طريقه لعب الفريق الاول لو حصل ان هو طبعا احتاج حد من الناشئين الفتره اللي جايه. لكن طبعا موضوع الاصابات ده مشكله كبيره ممكن نتكلم فيها اكتر. يا احمد مساء الخير عليك. مساء الخير يا ساره، انا شايف انك ايمن شوقي استوديو التحليل. نروح مع بعض يا احمد، انا قلت لك انا موافقه نروح مع بعض. مساء الخير على حضراتكم ومساء الخير يا ساره. والحقيقه يمكن كلام كتير هنقوله طبعا عن ماتش انبي النهارده، حتى يعني الواحد كان يعني من حسن حظه قابلت جماهير كتير اهلاويه ما اعرفهمش، يعني كل الناس بتسالني هو الاهلي هيعمل ايه النهارده؟ الاهلي هيكسب النهارده؟ الواحد الحقيقه ايده على قلبه، وقبل المكسب زي ما قلت لحضراتكم امبارح انا يهمني انه لعيبتنا تطلع من المباراه زي ما هي، يعني سليمه ان شاء الله باذن الله. مكسب بقى ثلاث نقط، عرض كويس مش عرض كويس، يعني دي كلها حاجات تيجي مش في الاولويات زي ما بيقولوا. لكن الحقيقه الوضع سيء جدا، انت بتلعب النهارده وداخل ماتش امبي وانت ما معكش نص فرقه، انا بكلم حضرتك نص فرقه، يعني حراسه المرمى وخط الدفاع بتوع الاهلي اللي بيلعبوا تقريبا طول السيزون محدش موجود. فبالتالي طبعا مشكله كبيره جدا لما يبقى فريق بطولات قوامه او نص قوامه الرئيسي داخل ماتش مش سهل على الاطلاق، تاني ماتش الموسيماني كان الله في عونه، بيواجه طبعا ظروف صعبه جدا. قبل ما نتكلم بقى على ماتش امبي وتاريخ المواجهات، ودايما الاهلي وامبي بتبقى ماتشات حاله الصراع الكروي فيها لطيف، يعني بيبقى في فرق كده لما الاهلي بيقابلها تقدر تقول انها مباراه هتطلع هيطلع ماتش كويس، وامبي عامل موسم كويس، خامس الدوري دلوقتي، فرقه محترمه طول عمرها الحقيقه، يعني وفي اوقات كتير جدا حسمت مصير البطوله يعني. صح. بس الحقيقه في لقطتين النهارده مهمين جدا حابب ابتدي بيهم يا ساره. اختيار كابتن مؤمن زكريا عشان يكون سفير الكاف في نهائي الشامبيونز ليج الافريقي طبعا، وتم اختيار او تم اعلان من قبل الاتحاد الافريقي انه مؤمن هو اللي هيحمل كاس البطوله قبل ما يتم تسليمه للبطل او كابتن الفريق اللي هيفوز بالبطوله طبعا، ونتمنى ان شاء الله يكون محمد الشناوي. طبعا ده خبر مهم جدا، واعتقد انه ردود الافعال ما بقتش احنا تجاوزنا بقى ردود الافعال المصريه، يعني ردود الافعال الاقليميه والعالميه والقاريه بقت كلها الحقيقه بتقدم الدعم المعنوي اللي مهم جدا طبعا، ونتمنى انه ياثر بشكل ايجابي على حاله نجمنا وحبيب جماهير الاهلي، مكانته زادت بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره كابتن مؤمن زكريا، وان شاء الله يخف بالسلامه ويرجع لنا مره ثانيه. اللقطه الثانيه ساره لقطه مو صلاح في انجلترا، والواقعة طبعا اللي يمكن ناس كتير جدا تابعتها او عرفت عنها طبعا. النهارده اللفته الانسانيه قبل اي شيء، يعني فكره انه خدوا بال حضراتكم انجلترا واوروبا عموما، فكره يعني ممكن موقف زي ده يحصل عندنا ويبقى تقريبا عادي، يعني عادي انه حد يتدخل ويشوف وضع غلط، لانه احنا جزء من تركيبتنا فيها حاله الشهامه والجدعنه. الثقافه الاوروبيه والثقافه الغربيه بشكل عام ما فيهاش ده قوي، وخصوصا انه لما تكون انت شخصيه معروفه او تكون نجم في مجال معين بيبقى دايما في فكره انه انت خايف على نفسك، او انت ما تحطش نفسك في موقف ممكن النتيجه بتاعته او العواقب بتاعته تبقى سيئه جدا عليك، خصوصا لما نتكلم على بلد زي انجلترا الى حد ما ممكن يبقى فيها مستوى العنف في وقائع زي دي او في حوادث زي دي عالي شويه. فلما نجم من نجوم العالم يفكر ان هو ينزل ويتدخل لمساعده حد بسيط جدا ويتدخل وينجح بالفعل في ده، اعتقد طبعا لفته انسانيه. عشان كده دايما بنقول انه عاملوا الناس باخلاقكم،
واذا كنت في وقت من الاوقات مش عايز اتكلم في موضوع دين، بس انا بتهيالي انه اللي عمله صلاح ده دعايه كبيره جدا لشخصيه المسلم. واعتقد انه اذا كنا بنتكلم على اسلاموفوبيا في العالم، او اذا كنا بنتكلم على انتشار ارهاب في العالم بيسيء بشكل من الاشكال للدين الاسلامي، فانا اعتقد ان التصرفات اللي من النوع ده هي اكتر تصرفات بترد وبتصلح مفاهيم كتير ممكن تكون مغلوطة. بتفق معاك طبعا يا احمد، ويمكن ده مش غريب على محمد صلاح. يعني محمد صلاح معودنا على المواقف الإنسانية خارج الملعب، وطبعا داخل الملعب بنشوفه بطل برضو. يمكن كنت من الحاجات اللي بقراها عن محمد صلاح لما كنت بشوف ذا سان ونفس الجريدة اللي كانت كاتبة النهاردة عنه ومواقف كتير عنه قبل الشهرة، انه من وهو صغير يا احمد في مرة زي حرامي سرق بيتهم، وهو كان موقفه مختلف جدا. يعني وقتها وقابل الراجل ده ودور له على شغل واداله فلوس وقعد يقول انا لازم اتفهم موقفه كويس قوي وان هو ايه اللي يخليه يعمل ده. فمن الواضح ان دي حاجه فيه من وهو صغير وملهاش اي علاقه لا خلي بالك التفكير فعلا مختلف. طبعاً المنتاليتي مختلفه، ان هو بيحاول يشوف ايه اللي دفع الراجل ده ان هو يعمل كده ويساعده. طيب ويساعده ماديا. نعمل كونتراست كده او تضاد لطيف جدا، انه للاسف شديد في اوقات كتير جدا النجوميه بتعمي البصر والبصيرة. يعني إحساس النجم بشهرته وبحب الناس ليه ممكن يتحول عنده أو يسيب عنده أثر سلبي. الإيجو إلى حد كبير أو يعني النفس دايما زي ما بنقول أمارة بالسوء، وبالتالي بتبقى الشهرة والنجومية دافع بالنسبة له أنه يتعالى على الناس، أنه ما يقربش أكتر، أنه ينسى الناحية الإنسانية. على العكس من ده، النجومية مفترض أنه اي نجم في اي مجال، مش بس بتكلم على كره القدم، بتكلم على كل المجالات، رياضه، فن، ثقافه، اي حاجه، انه النجوميه انك انت تكون مثل، وانك انت تكون قدوه، وانك انت تبين للاجيال اللي جايه بعد منك ايه ممكن يكون النموذج اللي دايما يحتذى بيه. وفي ده الحقيقه صلاح اللي بيتمتع بنجوميه عالميه. انا بكلمكم مش بس نجم على مستوى مصر ولا افريقيا ولا الوطن العربي، انا بكلمكم نجم ليه شهره على مستوى العالم، بيدي الحقيقه أروع مثال. بالنسبة لمؤمن زكريا أحمد، أنا مبسوطة أن ده بيحصل وأن مؤمن دايما في الصورة، لأنه دايما جمهور الأهلي بشوفه على السوشيال ميديا دايما لما يحصل لقطة ليها علاقة بمؤمن زكريا، سواء كان التواجد مع النادي الأهلي قبل مباراة الإسماعيلي أو الاحتفال على طريقته بالأهداف، كل دايما كان دايما الجمهور بيبقى مبسوط جدا بده، وبعدين يرجع يقول بس يا ريت ما تكونش لقطة وتعدي، يا ريت ما ننساش مؤمن زكريا، يا ريت يفضل دايما في الصورة، يا ريت نحسسه دايما أن هو كأنه لسه في الملعب. فالحقيقة انه كل فتره بيحصل حاجه واخرها اختياره كسفير للتشامبيونز ليج زي ما بتقول، دي حاجه تفرق جدا مع الجمهور، مع جمهور الاهلي، وطبعا مع طبعاً مؤمن زكريا معنويان. كلام طيب كتير قوي عن مباراه. قبل ما نروح فاصل عشان ما توديناش لفاصل، لاني هقول للناس التشكيل المتوقع لماتش النهارده ان شاء الله. في حراسه المرمى ايمن اشرف، محمد هاني، العربي بدر، احمد فتحي في خط الدفاع، والعربي بدر مرشح انه يلعب باك يمين النهارده بالمناسبه، حمدي فتحي واليو ديانج في نص الملعب، وقدامهم هيلعب الشحات، وليد سليمان، واجاييه، وفي خط الهجوم او في مركز راس الحربه هيكون مروان محسن. ده طبعا المتوقع لغايه لما الفريق يوصل، وهنجيب لحضراتكم التشكيل الرسمي او التشكيل النهائي اول ما يتم الاعلان عنه. خلينا نروح لفاصل وارجع لحضراتكم انا وساره مره ثانيه نتواصل مع حضراتكم في السادسه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. طيب نخش في ماتش النهارده. طبعا النهارده يعتبر اختبار جديد لموسيماني. طبعا مشوار البطوله محسوم، الاهلي حسم البطوله من بدري، ولكن الماتشات اللي باقيه فرصه انه موسيماني يقرب اكتر من الفرقه، وكمان يجهز نفسه للماتش الاهم اللي عين جمهور النادي الاهلي كلها عليه الفتره اللي جايه، هو ماتش الوداد. هيلعب النهارده امبي ان شاء الله. الماتش هيتلعب الساعه 8 بالتحديد الحقيقه على استاد السلام، ودي مواجهه ضمن مباريات الجوله 32 في بطوله الدوري الممتاز. طبعا ده تاني ماتش لجنوب افريقي بيتسو موسيماني بعد ماتش المقاولين، والحقيقه يمكن الماتش الاولاني الانطباع الاولي زي ما بيقولوا كده كان ايجابي. يعني اعتقد الناس شافت الاهلي بشكل مختلف عن الماتشات اللي سبقت كده، وده عكسته كمان الارقام. هل نقدر نقول انه موسيماني قدر يطلع بالفرقه؟ ما اعتقدش. انا قلت لحضراتكم يمكن يكون الدافع الاول في ده، او السبب الاول في ده، انه اللعيبه نفسها عندها الدافع انها تقدم اوراق اعتمادها
الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، وصلنا للنقطه 82، وبالتالي طبعا في اريحيه في موضوع الحسم البطوله او المنافسه على البطوله. عندنا جزئيه الارقام القياسيه اللي بتهالي ممكن تبقى بره الحسابات شويه، سواء فيما يتعلق بعدد النقط اللي ممكن نوصل له، او فيما يتعلق طبعا يا ساره بعدد الاهداف اللي حققها الاهلي كاكبر رقم قياسي. برضو عندنا فرصه، وان كنا اعتقد محتاجين في الثلاث ماتشات او في الماتشين دول 8 تجوال، واعتقد ده يمكن يكون في ظل الظروف يعني صعبه، ما فيش حاجه بعيده في الكوره بس صعبه شويه. يمكن كمان يا احمد في تطور في مستوى بعض اللعيبه زي ما انت بتقول، علشان عايزين يقدموا اوراق اعتمادهم. كان كمان كابتن عادل عبد الرحمن بيقول لي تطور مستوى بعض اللعيبه في مباراه المقاولين كان ليه علاقه بنفسيا ان هم مرتاحين بوجود موسيماني، وان الراجل عارف يتعامل معاهم نفسيا، وانه على حسب كلامه انه كان في ضغط نفسي على بعض اللعيبه بسبب فايلر. مين اللعيبه اللي بعيده وممكن تشوفيها النهارده؟ يعني احنا اتكلمنا من امبارح تحديدا انه الراجل صعد 5 من الناشئين لاول مره في قائمه الفريق، معاهم 3 يمكن متصاعدين من قبل كده، فاحنا عندنا 8 ناشئين. عندنا لعيبه مثلا صالح بقى له فتره ما بيلعبش، وليد بقى له فتره بيبتدي دايما على انت شايف ان صالح الجمعه اتظلم مع فايلر ولا لا؟ ما اعتقدش ان القصه قصه فايلر بس يعني، والا كانت كنا شفناه مع مدربين تانيين. انا قلت انه العامل الحاسم في الموضوع في ايد صالح. انت دايما بتقول كده. واعتقد انه يمكن تكون عنده فرصه يعني. انا شايف ان الاحتمالات بتاعت صالح بتتراجع او بتتضاءل يوم بعد يوم. مش بتكلم على فريق النادي الاهلي، بتكلم على او مش بتكلم على الموسم الحالي، بتكلم على فريق النادي الاهلي. لكن لسه في طبعا لسه في، خصوصا انه الراجل ممكن النهارده يدي لصالح مساحه وياخد كمان في ماتش بيراميدز اللي جاي، وبالتالي عليه ان هو يظهر او يدي جماهير النادي الاهلي ويدي الاداره الفنيه اماره معينه انه لا، صالح لابد امكانياته تسمح له. ده سؤال محسوم، ما فيش حد في مصر يختلف على امكانيات صالح، لكن هيعمل بيها ايه؟ هو ده السؤال اللي احنا نفسنا منتظرين اجابه عنه. انا مبسوطه باداء جيرالدو من المباراه اللي فاتت، كهربا كمان قلنا انه كان احد اسباب الفوز طبعا، وهي قدر يعمل ضربه الجزاء. عايزين نشوف حسين الشحات اكتر، وفعلا انت اي حد بيعمل اي حاجه في الدنيا يعني، اي مش بس الكوره يا ساره، اي حد عايز يعمل اي حاجه في الدنيا لازم يبقى عايز طبعا يعني طبعاً. لازم يبقى في اراده ان انا اعمل ده، والاراده وحدها لا تكفي. الاراده دي محتاجه تترجم بقى لحاله من حالات الاصرار، وفي بعض الاحوال حاله من حالات العند، وفي بعض الاحوال الثانيه قدره على بذل مجهود كبير جدا عشان تترجم الاراده دي لمستوى معين انت او لنتيجه معينه انت حابب توصل لها في النهايه. يعني بالتاكيد صالح عايز يلعب، لكن بيعمل ايه عشان يترجم حاله الـ بيجتهد يعني في التدريبات. ما اعتقدش انها حتى اللحظه ما اعتقدش انها كانت كافيه، خصوصا انه الفرقه كان في اوقات كتير جدا فيها غيابات عديده، ورغم كده ما جاتلوش الفرصه. هو ممكن فيه يبقى في جزء من المسؤوليه على فايلر يعني. انا لا اعفي فايلر من المسؤوليه، لانه في اوقات كتير جدا وجماهير النادي الاهلي كانت بتسال يا ساره، في لعيبه كان بيبقى مستواها في ماتشات معينه سيء جدا، وبالتالي الناس كانت بتسال هو صالح ممكن يكون أسوأ من يعني صالح ممكن ما يبقاش موجود يلعب على الناس. علشان كده الاراء منقسمه يا احمد، في ناس شايفه زيك انه لا، الموضوع كله في ايد صالح جمعه، وفي برضو ناس شايفه ان هو ما خدش فرصته كامله. فايلر ما لعبوش كتير، يمكن كان نازل شويه صغيره بس في ماتش الجونه تقريبا، مش فاكره بالظبط، كان تقريبا ماتش الجونه، فالناس شايفه ان هو لسه ما خدش فرصته قوي. انت مش هتحكم عليه من 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 يعني بعض الدقائق في مباراه، فيعني هي الاراء منقسمه، ولكن زي ما انت بتقول يعني الموضوع في ايد صالح جمعه، وبرده الصراحه في ايد المدرب. يعني يمكن لو الولد لعب ماتش والتاني والتالت نقدر احنا نحكم اكتر، او الجمهور يحكم اكتر اذا كان صالح جمعه مناسب للفريق الفتره دي ولا محتاج تدريبات اكتر الفتره الجايه. حط في اعتبارك حاجه مهمه جدا، وجماهير النادي الاهلي كمان تحط في اعتبارها حاجه كبيره مهمه جدا ومؤثره جدا، وهتغير الحقيقه من مفاهيم كتير يمكن السيزون اللي جاي. يعني حاجه بعيدا شويه عن افريقيا دلوقتي، المنافسه جوه النادي الاهلي منافسه عنيفه جدا. يعني انت بتتكلم على فرقه قائمتها كلها نجوم، انا مش بتكلم على 11 اللي جوه الملعب، انا بتكلم على قائمه الفريق، نجوم ولاعيبه مهمه ولاعيبه موهوبه ولاعيبه من العيار الثقيل. السنه الجايه السيزون اللي جاي المنافسه غير، قائمه الاهلي شكل الفرقه مستوى النجوم اللي موجود في النادي الاهلي في اهلي تاني تماما الموسم اللي جاي حاجه غير، وبالتالي سقف المنافسه هيبقى حاجه تانية خالص. يعني اللي عايز لازم يبتدي يبذل، او يعني هو يعني انا فاهم طبعا انه اي حد في النادي الاهلي ولابس تيشيرت نادي الاهلي مقدر تماما حجم المسؤوليه، لكن اللي بقوله في النهايه الناس اللي يمكن تكون
زعلت شويه من الجمهور او الاداره الفنيه تحت قياده فايلر ما كانتش حطاهم في الوضع الطبيعي او مخليهم يعبروا عن امكانياتهم بالشكل الكويس او الناس دي لازم تعرف انه المرحله اللي جايه مختلفه تماما، وبالتالي العطاء للنادي الاهلي لابد ان يكون في اقصى حدوده. هنرجع تاني لماتش امبي بس نروح حضراتكم. زي ما قلت لحضراتكم مواجهه شبه كلاسيكيه، يعني امبي طبعا عمره في بطوله الدوري مش كبير قوي، ورغم كده من اول ما بقى يشارك في بطوله الدوري العام وكل ماتشاته مع النادي الاهلي مع اختلاف الاجيال مع اختلاف الترتيب في جدول الدوري ماتشات فيها نديه، ماتشات فيها اثاره، ودايما ماتشات فيها كره حلوه، ونتمنى ان شاء الله موسيماني النهارده يقدم لنا وجبه ممتعه لجمهور النادي الاهلي. الحقيقه اللي احنا مشتاقين نشوف الاهلي في التوب فور، مشتاقين نشوف فرقتنا في اقوى حالاتنا اقوى حالاتها. عارف انه طبعا السيزون طويل وفي توقف طويل جدا، اللعيبه قائمه الاصابات يعني طويله، وان شاء الله باذن الله نتمنى الشفاء طبعا في اسرع وقت للجميع، لكن جماهير الاهلي متعطشه طبعا لكره حلوه، والاهم عندنا طبعا انه خطوه تكون مهمه للاستعداد طبعا لماتش الوداد في قبل نهائي بطولة أفريقيا. في خبر يا أحمد طبعا معنا عن كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اللي افتتح النهاردة مجمع البنوك الوطنية الكبرى بفرع النادي بالشيخ زايد، وطبعا ده بيضم ثلاث بنوك، هي بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك الأهلي، وده كان طبعا بحضور خالد الدرندلي أمين الصندوق، وإبراهيم الكفراوي، وطارق أنديل، ومحمد الجرحي أعضاء المجلس، وطبعا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، واللواء محمود الفيشاوي مدير فرع النادي بزايد، وطبعا كمان كان موجود المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الاداره. وشهدت طبعا الاحتفاليه دي حضور محمد الاتربي رئيس مجلس اداره بنك مصر، وحازم حجازي نائب رئيس بنك القاهره، وايمن جمجوم رئيس مجموعه الفروع بالبنك الاهلي. مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب حرصوا على ان هم يوفروا مجمع بنوك لفرع الشيخ زايد طبعا لما تقدمه البنوك الوطنية الثلاثة دي من خدمات مصرفية متعددة على أعلى مستوى متطور بيناسب أعضاء النادي، وأرست المزايدة اللي أجراها النادي في وقت قبل كده على البنوك الوطنية الثلاثة الأهلي ومصر والقاهرة بحق انتفاع فرع الشيخ زايد لمدة سنة، ويأتي وجود مجمع البنوك الجديد المقام على مساحة 600 متر بفرع الشيخ زايد ليضم طبعا ثلاثة من أكبر المؤسسات المصرفية المميزة، وده عشان يضمن وجود طبعا منافسة كبيرة في تقديم أفضل الخدمات للأعضاء 10 سنوات قادمة مقابل طبعا ما يقرب من 200 مليون جنيه طبعا مدة يعني 10 سنين يا احمد. طبعا انا بتكلم، احنا بتتكلمي على مبلغ يعني طبعا ناحيه استثماريه مهمه جدا لمجلس الاداره، وفي نفس الوقت ناحيه خدميه للاعضاء، انت بتقدمي خدمه مع ثلاثه من اكبر البنوك على مستوى قاره افريقيا والوطن العربي مصر والاهلي، لكن كمان في نفس الوقت الحقيقه في ناحيه استثماريه انت بتتكلمي على مبلغ مش قليل خالص، بتتكلمي على مبلغ 200 مليون في 10 سنين، يعني تقريبا معدل 20 مليون في السنه، وده طبعا هيساهم في انه يكون في طفره او مزيد من التطوير في النادي الاهلي. نروح مع حضراتكم لسيد عبد الحفيظ مدير الكره في الفريق الاول بالنادي الاهلي. الحقيقه حضراتكم عارفين انه كابتن علي معلول حاليا بيشارك في المعسكر التحضيري للمنتخب التونسي عشان عندهم ماتشين او مباراتين وديتين، الماتش الاولاني مع السودان والماتش الثاني مع نيجيريا على التوالي 9 و13 اكتوبر اللي جاي ان شاء الله، ومنها مفترض انه معلول ومعاه كمان جيرالدو اللي بيشارك مع منتخب انجولا هينضموا لمعسكر الفريق ان شاء الله في كازابلانكا عشان يدخلوا مع النادي الاهلي بقى مرحله التحضير لماتش قبل النهائي. عبد الحفيظ في بعض التصريحات الصحفيه قال انه بالفعل قام بالتواصل مع اللاعب عشان يطمن عليه، لانه تونس طبعا الوضع فيها مش لطيف على الاطلاق، يعني الحكومه التونسيه أصدرت قرار بوقف كل الأنشطة لمدة 15 يوم، وده نظرا لتفشي فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد. والحقيقة طلبت أو طلبوا كابتن سيد إن هو يعني ياخد كل الإجراءات اللي من خلالها يقدر يحافظ على نفسه طبعا يحافظ على أسرته.
كابتن سيد كمان يمكن اضاف انه معلول وجيرالدو زي ما قلت لحضراتكم هيوصلوا ان شاء الله المغرب يوم 14 بعد ما كل واحد فيهم هيشارك مع منتخبه، يطيروا على كازابلانكا بقى عشان يشاركوا مع الاهلي ان شاء الله يوم 17 في مباراه الذهاب في مواجهه الوداد المغربي. نروح بقى يا احمد لرؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الاهلي اللي اعلن خلاص عن اتمام التعاقد مع الثنائي عمرو الجندي وعمر طارق لاعبي نادي الجزيره للانضمام للفريق الاول لكره السله بالنادي لمده 3 مواسم قادمه. احمد في يعني طفره كده او اهتمام جدا بمجلس الاداره بالانديه او بالرياضات الاخرى كمان مش بس كره القدم، لسه كنا بنتكلم من يومين على تعاقد على برضو مستوى فريق السيدات لكرة السلة بعد ما كسبوا دوري سوبر وكانوا جايبين 4 لاعبات كبار جدا من سبورتينج والزهور وهليوبلس، ودلوقتي بتشوف تعاقدات على مستوى الرجال وكان فيها في هاندبول يد اعتقد بالزبط الجزيري بالظبط. ففي اهتمام كبير قوي من مجلس إدارة النادي الأهلي الحقيقة بكل رياضات مش بس برياضة كرة القدم. عبد القادر أوضح أن انتقال اللاعبين للأهلي جه بعد مفاوضات كبيرة جدا بين مسؤولي الناديين وبعد أن تم الاتفاق على الانضمام للنادي في مقابل طبعا انتقال أيمن شوكت للجزيرة بالإضافة طبعا لمبلغ مالي تم الاتفاق عليه. كمان طارق الغنام المدير الإداري لفريق السلة أنهى كل إجراءات انتقال اللاعبين النهاردة بعد الحصول على الاستغناء الخاص بهم من نادي الجزيرة. بعدها قام عمرو الجندي وعمر طارق بالتوقيع على عقود الانتقال للأهلي. عمرو الجندي وعمر طارق إضافتين يعني في منتهى القوة ل فريق سلة الأهلي، ويمكن تحديدا عمر طارق ناس كتير جدا بتشوفه او يعني بتشوف الستايل بتاعه ان هو يعتبر خليفة نجم النادي الأهلي طبعا كابتن طارق الغنام من حيث ستايل اللعب، هم شايفين انه في تشابه كبير جدا ونفس المركز اللي بيلعب فيه نفس ستايل اللعب، فمرشح بقوة طبعا انه يكون خليفة لاسم كبير جدا في سلة الأهلي هو الكابتن طارق الغنام. وعلى مستوى بعيدا عن الاسماء كمان المركزين دول على وجه التحديد اعتقد ان هم يعني فريق الاهلي طبعا السنه دي عامل سيزون كويس لكن محتاج كان محتاج الدعم من النوع ده، واعتقد انه عمرو وعمر هيقدروا يكملوا ان شاء الله القوة الضاربة لفريق النادي الاهلي للباسكت. نروح لمنتخب مصر. المدير الفني لمنتخب مصر الحقيقه قرر ان هو يعمل معسكر مفتوح للاعبي منتخب مصر بداية من شهر من اول شهر نوفمبر اللي جاي ان شاء الله، وتحديدا طبعا حضراتكم عارفين ان شاء الله ان شاء الله لو الاهلي والزمالك اتاهلوا للماتش النهائي في دوري ابطال افريقيا ده هيتلعب يوم 6 في نفس الشهر 6 نوفمبر. وقرار كابتن حسام عشان انه يتم تجميع اللعيبه اللي هيقع عليهم الاختيار من الانديه الاخرى واقامه تدريبات ليهم من منطلق التواصل معاهم التاكيد او توصيل فكر الجهاز الفني ليهم قبل ما يلعبوا ماتشين توجو اللي بيأهلوا طبعا للتصفيات الافريقيه لامم افريقيا اللي هتتلعب في الكاميرون 2022. الجهاز الفني بيفاضل بين اكتر من سيناريو عشان يستعد يعني يجهز نفسه للفتره اللي جايه وتحديدا في ماتشين توجو، وهيتم حسم السيناريو النهائي بعد ما يتضح او تتضح الرؤيه بقى بشان موقف الاهلي والزمالك من المباراة النهائية بعد ما يلعبوا مباراة العودة إن شاء الله اللي هتكون في القاهرة هنا في نهاية شهر أكتوبر، ويتضح إن شاء الله إذا كانوا هيشاركوا. ده اللي نتمناه طبعا إنه النهائي يكون مصري خالص بين الأهلي والزمالك. يمكن نروح بقى لمحمد صلاح والموقف اللي انت كنت بتقوله في بداية الحلقة. هو الموقف يعني بيعود ليوم 28 سبتمبر، بس الحقيقة الجديد انه الراجل اللي تعرض لمضايقات من بعض الشباب في الشارع رجل مشرد يعني اتكلم عن الموقف ده وعن جدعنة محمد صلاح معاه لجريدة ذا سان. الراجل اسمه ديفيد كريج الحقيقة كشف لجريدة ذا سان ان محمد صلاح لاعب ليفربول انقذه من الشباب اللي كانوا بيضايقوه وبيسخروا منه في الشارع وهو بيتكلم معاهم، وراح محمد صلاح اتكلم معاهم ووجه لهم يعني بعض الكلمات انه عيب ده راجل كبير والكلام ده. قال بالظبط ان صلاح كان رائع جدا زي ما هما بيشوفوا رائع مع ليفربول على ارض الملعب، وقال كمان ان صلاح لما سمع الشباب دول او الاولاد دول بيصرخوا فيه راح لهم واتكلم معاهم وقال لهم ان انتوا من الممكن ان انتوا تبقوا زيه خلال السنوات القليله اللي جايه. قال كمان ان هو يعني كان على يقين ان هو مش بيحلم او بيخرف وان صلاح فعلا هو اللي عمل كده
وكمان اداله 100 جنيه استرليني. قال عليه ده اسطوره متكامله، وقال ان وقت ما صلاح شافه كده توجه للاي تي ام او ماكينه الاموال وسحب فلوس علشان يقدر يساعده ويديله الفلوس دي. وقال الحقيقه ان محمد صلاح بطل حقيقي في عيني دلوقتي وعايز يشكره. وطبعا هو بطل في عينينا كلنا وبنفتخر بيه كلنا كمصريين وكعرب، مش بس على في ارض الملعب مع ليفربول والاداء العظيم ليه، ولكن كمان لما بنسمع كل الحاجات دي والمواقف الانسانيه دي بيزيدنا فخر. اعتقد زي ما قلت كده يعني الموقف ككل، عشان احنا يمكن اتكلمنا فيه في البدايه، بس بيهايلايت كده او بياكد على معنى واحد، انه النجوميه مسؤوليه، وانه حب الناس مع ربنا بيدي حد نعمة حب الناس ليه، لابد انه هذا الشخص يترجم ويقدر تماما يعني ايه محبة الناس، وانه يكون ليه دايما دور في انه يقدم القدوة والنموذج والمثل الاعلى. طيب النهاردة الحقيقة يمكن في اكتر من لقطة معانا كده لقطناها من على مواقع التواصل الاجتماعي. اللقطة الاولى كانت خاصة بميشيل يانكون او ميشيل يانكوني زي ما بيقولوا. الجزء الاول من اللقطه دي كان جوه الفندق، محل اقامه الفريق الاول للنادي الاهلي. كان ميشيل يانكون زي ما حضراتكم شايفين كده في لقطه بيبوس التيشيرت بتاعه النادي الاهلي. هو كان طالع الاوضه تحديدا بعد بعد ما تناول يعني وجبه الغداء زي ما حضراتكم شايفين كده بيبوس التيشيرت. لقطه حلوه جدا يا احمد طبعا. وكمان كان جماهير الاهلي من الحاجات اللي بيطالبوا بيها قوي الفتره اللي فاتت، احنا عايزينه يفضل يعني مع تغيير الجهاز شغل الفني او مع الشناوي شغل طبعا مع حراس مرمى النادي الاهلي ومع الشناوي وابنه كان كتب تويته على الموضوع ده وهو في التاتش وكتب داتس فيفورت بليس على طبعا ده افضل مكان على انستغرام، ده مكان افضل مكان والدي المفضل لوالدي وهو طبعا ملعب التاتش. طبعا بيرمز لنادي الاهلي مكان والدي كتير من المفضل. على فكره يعني انا عارف انه احنا في عصر احتراف، وده يمكن تاكيد على فكره انه عشان تلعب يعني ده مش معناه ابدا اي حد في الدنيا يعني هو القادر على تقدير الامور من وجهه نظره الشخصيه، يعني انا مش بلوم على اي حد انه ياخد قرار هو شايفه من وجهه نظره في مصلحته، لكن حينما يتعلق الامر بكيان النادي الاهلي مهم جدا ناكد على معنى واحد، انه الاهلي عمره ما هيتمسك بحد هو مش عايزه. يعني مهما كان موهبته ومهما كان تاثيره ومهما كان فرص نجاحه مع النادي الاهلي ومهما كان حجم البطولات اللي ممكن يحصدها او يشارك في حصدها وتحقيقها لجماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي، اذا لم تكن لديه الرغبه على الانتماء للكيان فالاهلي مش عايزه. ده مبدا واضح وصريح. وبرده تاني باكد، ايا كان حجم الموهبه وايا كان الاسم وايا كان الموقع وايا كان الموقف، كنت مدير جهاز فني، كنت لعيب ونجم وسوبر ستار، كنت معرفش ايه، اذا ما كانش انت عندك يعني ده جزء الحقيقه من او سر من اسرار نجاح المنظومه، اذا ما كانش انت عندك الرغبه، مش بقول انك تقدم تضحيات ولا انك انت تيجي على نفسك ولا، لكن ما كانش عندك فكره انك تتمسك بالانتماء لهذا الكيان، انك انت تبقى حريص على انك انت لابس التيشيرت بتاعه، فالاهلي ككيان وكنادي وكاداره وكجمهور مستغنين عن خدمات حضرتك. من هنا بس اتكلم على بقى يانكون لانه بنشوف، انت عارفه انه الاجانب شويه لغه العواطف عندهم مش مؤثره قوي في القرارات، لكن كتير اجانب جم هنا وحسينا انه بمجرد ما انتموا للنادي الاهلي وعاشوا الحياه وشافوا الجمهور وشافوا حاله الحب والانتماء للنادي ده بقوا هم كمان يميلوا شويه دي حقيقة. ده شفنا كتير جدا والانتماء عندهم بيزيد مع النادي الاهلي، ومنهم طبعا ميشيل يانكون اللي الحقيقه يعني رفض ان هو يمشي مع فايلر، وزي ما قلت لك والاداره كمان اتمسكت بيه وكان الجمهور بينادي دايما يا احمد ان احنا عايزينه بسبب التطور الملحوظ طبعا في مستوى حراس المرمى في النادي الاهلي. صحيح. نروح لفاصل ونرجع على حضراتكم مره ثانيه. We'll be right back.
طبعا زي ما حضراتكم شايفين دي لحظات وصول فرقه النادي الاهلي او الاتوبيس الاول لفرقه النادي الاهلي لملعب المباراه. ده بيتهيألي وليد اللي لابس الماسك وكابتن حمدي فتحي. وبالمناسبه التشكيل اللي احنا قلنا لحضراتكم عليه، كابتن ايمن اشرف، اجاي جونيور، غالبا ده مصطفى شوبير، وغالبا طبعا الوجوه الجديده دي الخمس تشكيل اللي تم تصعيدهم للفريق ده. ديانج اليو ديانج معانا يا احمد مراسلنا من الملعب شريف شعبان. مساء الخير عليك يا شريف. كابتن عربي بدر، مساء الخير ساره، مساء الخير احمد، مساء الخير يا شريف، كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. شريف يمكن انت بتكون بنلعب الاهلي والسلام. اتفضل يا شريف اتفضل. احنا عايزين التشكيل بس في الاول عشان وقتنا يا شريف، لو التشكيل معاك او تم التشكيل تم الاعلان عنه بشكل نهائي. التشكيل زي ما انفردته وقلته منذ قليل رسميا، طبعا في حراسه المرمى هيكون علي لطفي، قدامه اثنين سردباكات ايمن اشرف ومحمد هاني، على اليمين هيكون الناشئ طبعا العربي بدري، وعلى الشمال هيكون احمد فتحي، اثنين ديفندرين حمدي فتحي واليو ديانج، في الامام ثلاثه، على اليمين حسين الشحات، وليد سليمان رقم 10، على الشمال اجاي، وراس حربه مروان محسن. يمكن بدلاء النادي الاهلي اليوم محمود كهربا، صالح جمعه، عمرو السليه، قفشه، شادي رضوان الصاعد الواعد، محمد المغربي ايضا الصاعد الواعد، محمد شكري ايضا الصاعد الواعد، محمد فخري ايضا الصاعد الواعد، ومصطفى شوبير في حراسه المرمى. ده التشكيل طبعا اللي اعلنه منذ قليل مستر موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي. يمكن الاهلي وصل منذ لحظات الى استاد الاهلي والسلام، ومباراة هتكون في الثامنه مساء طبعا على هذا الملعب اللي كله اشاد به منذ قليل. كان في وفد من الاتحاد الافريقي اشادوا جدا بملعب الاهلي والسلام في باذن الله النهارده للنادي الاهلي، ويكون ثلاث نقاط تضاف الى رصيد النادي الاهلي. معاكم لو في اي استفسار. طب شريف انا كنت بسالك، انا يمكن من لما بدات بقى تتابع التدريبات تحت قياده موسيماني، شايف ايه وانت على طول موجود في التدريبات، شايف ايه المختلف عن اللعيبه وقت قياده فايلر او كده، ايه المختلف في التدريبات؟ المختلف من اللحظه الاولى ان محاضرات فايلر كانت في قبل المباراه بيوم، بيبقى في محاضره فيديو كانت يعني مع فايلر كان 10 دقائق ربع ساعه بالكثير، مع موسيماني ساعه ما تقلش عن ساعه. يوم المباراه فايلر كان قبل التحرك على طول بيبقى عامل محاضره الساعه 6، والتحرك بيبقى 6 و10، بتتكلم 5 دقائق 7 دقائق بتكون المحاضره. موسيماني القصه مختلفه معاه، 35 دقيقه اقل حاجه يوم الفندق، ده على الجانب المحاضرات. في الملعب بقى القصه مختلفه خالص، في الملعب هو بيوقف الفرقه اللي هيلعب بيها قبل المباراه يمكن زي تمرين امبارح، وبيبدا يوجه اللعيبه تتحرك ازاي، تستلم ازاي، تسلم ازاي، التحرك بدون كره ازاي، بالسايب حجر الظروف. يمكن المترجم الدكتور عمرو محب على طول معاه علشان يوصل رساله، لو اللعيب مش عارف يجيد الانجليزيه بطلاقه فيعرف يوصل له الرساله. هو ده اللي بيختلف عن فايلر. فايلر كان بيشتغل نفس الشغل ولكن مش بالتركيز قوي دوت، او مش بالمده الطويله قوي ديت. الراجل مهتم ان يوصل كل معلومه او يصلح كل غلطه اول بأول، مش بيستنى لحد بعد المباراه عشان يصلح، لا بيصلح في لحظتها. ده المختلف ما بين مستر موسيماني وفايلر طبعا، ده الى الان يعني. شريف بشكرك، شريف شعبان شكرا جزيلا. طبعا زميلنا شريف شعبان من ملعب المباراه المرد الاحمر النهارده في ماتش امبي، ونتمنى ان شاء الله قبل اي شيء، قبل سكور وقبل الفوز وقبل العرض، انه فرقتنا ان شاء الله تطلع من المباراه بدون اي اضافه جديده ل قائمة الإصابات. مباراة إنبي مباراة مهمة في مرحلة الإعداد لمباراة الوداد، وطبعا مباراة بيراميدز تكون مباراة مهمة. نتمنى إن شاء الله الفوز للفريق النهاردة بأداء ممتع للجماهير، وطبعا على مدار اليوم تغطية خاصة للمباراة والاستوديو التحليلي بعد قليل. شكرا لحضراتكم على المتابعة.